فيها شقين، فيها شق ان احنا هنستعرض اهم الحاجات في قانون البيئة المصري، قانون رقم 4 لسنة 94، وهنركز اكتر على الحاجات اللي لها علاقة بالكوستل، لان طبعا هذا القانون نزل لكل المشاريع اللي هي محتاج تتعمل لها دراسات اثر بيئي. وطبعا بيبقى في تحديثات، يعني في قانون البيئه رقم 4 94، في طبعا تحديث قانون 9 سنه 2009، وبيبقى في تحديثات وفي ادندمز وامندمنتس بتحصل من فتره للتانيه. فبرضو انا هرفع لكم النسخه دي في LMS عشان تبقى ليكم برضو مرجع للمستقبل. لو جينا بصينا في الاندكس او الفهرس بتاع القانون ده القانون ده الجنرال خالص، بيبقى فيه preliminary part، الانفيرومنتال افيرز ايجنسي اللي هو الايجيبشن انفيرومنتال افيرز ايجنسي اللي هي EEEA، اللي هي عندنا دي الجهه اللي بتمنح التصاريح، ودي موجوده في المعادي قريبه جدا من كورنيش في المعادي. هتلاقي فيه بروتكشن اوف لاند انفايرمنت فروم بوليوشن، ايه الديفلوبمنت والمواد الخطره بتاعت الدينجرس سبستانسز والويست، بروتكتنج اير انفايرمنت فروم بوليوشن، ماشي ازاي ان احنا نحمي الهواء من التلوث، بروتكشن اوف ووتر انفايرمنت فروم بوليوشن، يبقى بروتكشن لللاند كتربه، للاير للووتر. طب وده بتشمل البوليوشن فروم شيبس من المراكب، بوليوشن من الاويل من الاويل ليكج، الهاربفول ماتيريال المواد الكيماويه والمواد الضاره، الويست والسينيتري درينج والجاربج، pollution from land surfaces، الشهادات اللي محتاجينها، وشوية administration procedures، والpenalties اللي موجودة في القانون. وطبعا بيبقى فيه شروح أكتر للdecrees بتاعتها، ندي لك بالتفصيل كل part عبارة عن إيه. document كبيرة طبعا مش هنخوض فيها كلها، لكن في الاخر هي عشان حمايه الارض من البوليوشن، الاير الووتر، طبعا النويز. برضو بيبقى في انكسز لبرضو كرايتيريا للسبيسيفيكيشن اوف ليكويد ويست وين ديسبوزد ان ذا مارين انفايرمنت، هنتكلم عنها ازاي لو احنا عندنا عايزين نعمل دامبنج لليكويد ويست في البحر، هل نرمي في البحر كده وخلاص ولا في ريجوليشن للكلام دوت. كل ده موجود في قانون البيئة. احنا بنتكلم في حوالي طبعا استخدامات الفحم والكربونز الأسفل، كل الحاجات دي مطروحة في التفاصيل بتاعت قانون البيئة، حوالي 200 صفحة احنا مش هنخوض فيها بالتفصيل، لكن هديها لكم از ريفرنس. نحاول بقى نشوف ايه الاهم هذه الحاجات بالنسبة لنا احنا ككوستال انفايرومنت. لو جينا شفنا اخدنا اكستراكت من الكلام ده، شايفين الفايل البي دي اف الثاني ولا مش شايفينه؟ انا لسه ما ظهرش عندي يا دكتور. طيب ظهر كده؟ كده ظهر. طيب هتلاقوا دي قانون البيئة اللي هو ال 200 وشويه صفحه دول، انا رحت واخد اكستراكتس 4 صفحات في اهم الحاجات اللي تخصنا احنا ككوستال انفايرمنت
من الكورس ده، من القانون ده، من ال 200 صفحة دول، رحت واخد حوالي ايه الحتت. طبعا الاكستراكتس دي مش موجودة كلها في صفحة، في 4 صفحات ورا بعض، لا ده موجودة within الدوكمنت كلها. فده اكستراكتس، مقتطفات من قانون البيئة المصري. تعريف الكوستال اريا، مين فيكم يقدر يقول لي الكوستال اريا؟ وانا هخبي الجزء ده عشان ما حدش يقرا. الكوستال اريا عرفها لي يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك مصطلح كوستال اريا وتيجي تقراه في كتاب او تقراه في قانون او تقراه في تقرير، كوستال اريا هنا بمعنى ايه؟ المنطقة المشتركة بين البحر واللاند، والاثنين بيأثروا على بعض فيها، فهي جزء من اللاند وجزء من البحر. جميل. مساحتها قد ايه تقريبا او بطول قد ايه؟ انا مش عارف هتبقى الطول بالظبط قد ايه، بس الطول ما البحر ليه تأثير عندي على الجزء بتاع الشط نفسه، فدي تبع الكوستال اريا. والبحر الامتداد بقى جوه بتاع الحد النير شور كده، مش عارفه الاوف شور دي ما تعتبرش كوستال ايه. انا ما بتكلمش على الاوف شور، انا بتكلم على الجزء اللي هو البحر. يعني لو جينا مثلا زي اسكندريه، تمام، الكوستال اريا دي بتاعتها يعني كم متر مثلا من خط البحر بقى، مش من الشط؟ اراوند 3 كيلو مثلا يا دكتور، او 2 كيلو ولا كتير؟ ماشي، ادي يعني ادي تخمينه. مين تاني يقول؟ حد ممكن يخمن تاني؟ دكتور هي دي ممكن نقول عليها مثلا جزء المايه اللي الدول بتقول ده تبعي، يعني تبع الحدود الساحليه مثلا البحريه بتاعت الدول دي ولا اكتر؟ موضوع تاني، انت بتتكلم في الحدود البحريه اللي هي ما بين البحار، بتكلم على كوستال اريا اللي هو زي ما جورج قال، الكوست بيأثر على اللاند واللاند بيأثر على الكوست، الجزء اللي هو او اللي ما بين الحت، يعني كوستال اريا. اجي بقول لك كوستال اريا الناس بتعيش فيه، ممكن حدود كيلو مثلا. حدود كيلو، ماشي. طيب انا سمعنا كيلو، سمعنا 2 3 كيلو، لا هي هتبقى 30 كيلو. بمعنى ان الاريا افكتد باي ذا مارين انفايرمنت، تمام، زي ما جورج قال الاريا اللي بتتاثر بالمارين انفايرمنت فور ماكسيمم 30 كيلو انورد ات ذا ديزرت لاند. ماشي. دكتور انا قصدي في البحر، يعني في البحر كام كيلو؟ لا ماليش دعوه جوه البحر، انا بتكلم على الكوستال اريا، هي ذا اريا اكستندنج فروم ذا ايجيبشن شور، ماشي، انكلودنج ذا ريجيونال سي اكسكلودنج ايكونوميك زون اند كونتيننتال شيلف تو ستريتش فروم ذا شورز انوردز، ماشي، انكلودنج ذا اريا افكتد باي ذا مارين انفايرمنت. هي عباره عن، يعني احنا بنتكلم كل، طبعا هي مش 30، دي مش 30 بالظبط، هي ماكسيمم 30 كيلو، هي كل الارياز اللي هي ممكن تتاثر ب الكوست. فالمصطلح ده، مصطلح مثلا لما نيجي نقول كوستال اريا، مش مجرد ان هي اريا كده صغيره، لا ده احنا بنتكلم على رينج كبير. طيب في مصطلح تاني برضو هتلاقيه موجود في القانون وموجود، احنا يعني اصبح شائع الاستخدام وبندي فيه كورس في دراسات العليا، اسمه Integrated Coastal Zone Management. هل سمعتوا عنها دي قبل كده؟ اكيد لا. وانا قريت شويه في Coastal Management، لكن Integrated دي مش عارف، ما اعرفهاش. هو بالظبط، هو دلوقتي انا عندي كوستال ارياز، عايز اعمل انتجريشن ما بينهم، اربط ما بينهم،
بمعنى ان المستوى الاداري مثلا عندي مثلا البحر الابيض ب الشواطئ الساحل الشمالي كلها يبقى فيه اداره. طبعا الاداره دي جزء منها بيخش فيها محافظات وفيها منها بيخش فيها وزارات وبيخش فيها احياء، يبقى فيه اداره مانجمنت انتجريشن لكل الكلام ده. فهو هو المصطلح ده في حد ذاته ممكن يتاخد فيه كورس لوحده، يعني فيه كورس دراسات عليا من الكورسات الستوميات عندنا في القسم بيدرس الموضوع ده بتوسع اكتر. فانت بس مطلوب منك تعرف ايه المصطلح ده بس، اللي هو integrated coastal zone management a way based on the participation of all bodies. all bodies يعني كل الجهات الهيئات والentities او الstakeholders to coordinate between each other for preserving the environment at coastal area وتحديد المسؤوليات بينهم و دي هتلاقي المصطلحات دي موجودة، هتلاقوها موجودة في بعض التقارير في بعض الكتب، هتلاقوها موجودة في الايه في القوانين بتاعتنا. نيجي لجزء سؤال. ايه ممكن اسال سؤال؟ هو الحقيقة معلش ما فهمتش قوي يعني ايه انتجريتد كوستال زون، يعني دي الحكومة نفسها اللي بتدير الكلام ده ولا يعني مش فاهم برضو انا إيه؟ يعني مثلا يعني اقول لك يعني. يعني نفترض مثلا ان انت عندك الحسن انت صاحب قريه سياحيه ماشي، ربنا فتح عليك وعملت قريه سياحيه بطول كيلو على الشط وممتده كده لجوه حوالي مثلا كيلو 2 كيلو ولا حاجه. جيت قلت ايه انا بقى ايه الحته دي بتاعتي هعمل فيها اللي انا عايزه ماشي، ويجي اللي جنبيك قريه ثانيه يعمل اللي هو عايزه، ويجي اللي جنبيك قريه ثالثه ويعمل اللي هو عايزه، وبعدها مثلا ب 20 30 كيلو في مدينه سكنيه ليها حاجاتها وليها متطلباتها. معايا؟ اه مع حضرتك. لازم يبقى في انتجريشن بتوين كل الكلام ده، يبقى في ادارات ما بين بتقدر تقول ايه بتحفظ، بيبقى في بتحط حدود ومسؤوليات وليميتيشن بين ايه كل الكلام ده. طبعا دي ما بينها بيبقى في المحافظات المختلفه، لان البحر مثلا هتلاقي فيه ممكن محافظات مختلفه، تلاقي مطروح تلاقي اسكندريه، لو انت ناحيه مثلا الدلتا هتلاقي في أبو قير، هتلاقي كفر الشيخ، هتلاقي في محافظات مختلفة بتتشارك الساحل، صح ولا لا؟ صح. هذه المحافظات لازم يربط بينها ولا نسيبها كل واحدة تعمل اللي عايزاه؟ لا لازم نربط بينها. لو هنعمل مشاريع ساحلية على البحر يبقى لازم نربط ونشوف تأثيراتها على كل المنطقة از انتجريشن ولا لا؟ لازم يبقى في تربطات ما بين المحافظات، في تربطات هيبقى في المحافظات جواها احياء لان هيبقى فيها احياء مختلفه، في وزارات لان ممكن يجي يقول لك ايه فيها حته فيها تبع فيها تاثر لي مثلا على وزاره الاسكان ووزاره الري، وفي منطقه فيها مخرات سيول وفي منطقه فيها سكن كتير وفي منطقه فيها زراعه وكل ده قريب من البحر. فأنا كل الوزارات دي ليها مشاركة في المانجمنت، صح ولا لأ؟ صح يا دكتور. يعني لو الشط ده بتاع مين؟ بتاع تبع مين بقى فيهم؟ تبع أي وزارة؟ لازم يكون ما بينهم ولا ري ولا نقل ولا 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 ولا، لازم يكون في بينهم إيه؟ تربيط، صح؟ صح كده. طيب لو أنا عندي مجموعة دول أوروبية بيتشاركوا في بحر معين، ده حاصل في دول كتير بتتشارك في بحر، يبقى ممكن يكون في تربيط ما بينهم في مشاريع معينة. صحيح.
هو ده الانتجريتد كوستال زون مانجمنت. ممكن يبقى في الدوله الواحده او ممكن يبقى في ترانس باوندري، ممكن يبقى في كذا دوله. تمام. الموضوع ممكن يتاخد فيه كورس بحاله. تمام، شكرا جدا يا دكتور. واضح، واضحت كده يا شباب؟ يا دكتور تمام. تمام ماشي. نيجي لجزء تاني، بروتكشن من الووتر انفايرمنت اوف بروتكشن اوف ووتر انفايرمنت فروم بوليوشن. هتلاقوا دي جزء مقتطفات متاخده من التقرير او من من قانون البيئه اللي هو ال 200 وشويه صفحه ده اللي انا وريته لكم. هتلاقوا ده الشابتر ورقم الارتكل لو هو pollution from ship, pollution from oil. قالك طبعا الكابتن بتاع المركب هو المسؤول الاول عنها، هو المسؤول ان هو لو في oil leakage incident حصل reporting المكان reporting الكونديشن التايب اوف leaking. وطبعا المركب دي بيبقى عليها غرامات والبروسيدرز اللي تتعمل علشان يوقف الليكج دي و و و. طبعا القصه كبيره وممكن يتاخد فيها محاضرات. كل دي اجزاء هتلاقيها موجوده في القانون بتاع البيئه. طيب نيجي ل فده الجزء اللي هو هتلاقوه ريليتد للبحر عندنا اللي هو الاويل ليكج في البحر ويتعامل معاه ازاي. طيب نيجي الجزء كمان اللي هو الليكويد ويست وين ديسبوزد ان ذا مارين انفايرمنت. ممكن انا سريعا كلمتكم عنه في المره اللي فاتت لو تفتكروا في الكيس ستاديز، وقلت لكم ان في الباور بلانت بتاعت العريش والانتيك والديشارج، وقلت لكم ان احنا لازم ندخل يعني نرمي لما نيجي نرمي ما نرميش في البحر على طول، لا ده لازم ندخلها جوه مسافه قد ايه لو تفتكروا. كيلو او نص كيلو حاجه كده، نص كيلو بالظبط كده. فاحنا قانون البيئه كان في قانون سنه 82 قانون رقم 48 ده للبروتكشن اوف ذا ريفر نايل. يعني ده برضو لازم نراجع فيه القانون سنه 82. طبعا القانون الاحدث منه اللي طلع قانون 4 لسنه 94. قال لك ايه ده المنطوق، ومش انا اللي مسطر ده، هو ده التسطير اللي موجود، او يمكن انا اللي مسطرها، انا واخدها كوبي وبيست ومسطر الجزء ده، لكن انتوا تقدروا ترجعوا لها في القانون الاصلي اللي هو اللي بدون الاكستراكتس. The disposal in marine environment shall not be permissible except at a distance not less than 500 متر from the shoreline. يعني تيجي ترمي البحر ممنوع ترمي، ترمي ايه؟ ترمي مخلفات ليكويد ويست. يعني ايه ليكويد ويست؟ اللي هي مثلا عندنا الديشارج من محطات كهرباء، محطة نووية. بيبقى عندي انا محطة كهرباء على البحر بتاخد الانتيك بتاعها من المية البحر، بتعمل الكولينج، ثم يتعمل ديشارج ببايب لاينز تخش جوه البحر مسافة 500 متر. ده بالقانون البيئة. وكمان لازم أحقق اشتراطات معينة، إن الماتيريال اللي أنا الويست المخلفات السائلة، المخلفات السائلة الليكويد ويست اللي أنا برميها في البحر دي لازم هيكون فيها طبعا أملاح وهيكون فيها معادن، صح ولا هتبقى مية نظيفة؟ هتبقى ما مش نظيفة، هتبقى فيها مخلفات. طب المخلفات دي اقدر ارميها كده في البحر على طول ولا ما اقدرش؟ قال لك لازم تحقق اشتراطات معينة. ايه الاشتراطات دي؟ جه قال لك ادي الديسكريبشن وادي السيلينج اوف كرايتيريا، ده الماكسيمم اللي انا اقدر اتعامل بيه، ملي جرام على اللتر. ماشي، ملي جرام على اللتر. اللتر فيه كام جرام يا شباب؟
ألف يا دكتور. اللتر فيه ألف، يبقى الملي جرام، يبقى أنا بنتكلم إن دي جزء من مليون. يعني ملي جرام على اللتر يعني جزء من مليون، أو المصطلح الشهير بارت بير مليون. المصطلح ده أكيد أنتوا سمعتوه قبل كده، بارت بير مليون، جزء في المليون. وتلاقيكم أخدتوها طبعا في الصحية وأخدتوها في حاجات كتير. جاء قال لك إيه بقى؟ في حد كان عايز يتكلم؟ سؤال يا دكتور، انا مارك. اتفضل. هو في خطا صوت كده ليه؟ مش عارف، هو عشان المايك ممكن يكون قريب من السماعه. كده تمام ماشي. دكتور، هو الاختلاف الاي اي اي بيختلف البحر عن النهر؟ يعني كسيدي من ترانسبورت والكلام ده، البحر بيختلف عن النهر في وجود الحاجات اللي جواه يعني؟ لا بص، هو يعني السؤال حلو. السيدمنت ترانسبورت هو السيدمنت ترانسبورت صح؟ يعني ايه سيدمنت ترانسبورت؟ مصطلح سيدمنت ترانسبورت ده يعني ايه؟ يعني اللي هي الرواسب بتتمشي. جميل، انتقال الرواسب. النهر انتقال الرواسب بيبقى عن طريق الايه؟ الكرنت ولا ويف؟ كرنت. ايه؟ الكرنت. في البحر بيبقى عن طريق ايه؟ الويفز. لا كارنت برضو، بس كارنت مع ويفز. ماشي. في طبعا تشابه ما بينهم، في تشابه، ولكن انت هنا عندك مثلا في نهر النيل الدنيا مختلفة عن البحر، لان البحر طبعا انتقال الرواسب فيه اعنف، وعندك الاتجاهات بتاعتك انت. يعني النهر النيل اللي عندك ماشي معظمه جاي من الشمال للجنوب او من الجنوب للشمال فانتقال انت عارف الدايركشن بتاع انتقال الرواسب. لكن لو جيت حطيت كوبري، حطيت فاونديشن، حطيت حاجه، اكيد هيحصل حواليها سكور، زي ما بتسمعوا ان في سكور حوالين مثلا بريدج بيرز بتاعت الانهار. معايا؟ فالفاندامنتالز بتاعتها سيميلر الى حد ما، لكن في الجزء بتاع الكوستال بيخش معاه في دايناميك شويه، اللي هو بتاع علشان وجود الويفز. تمام. انا بس بتكلم كده عشان لو حد سالني ولا حاجه اعرف اجاوب بس. وبعدين قالك ان الدراسات العليا هتلاقي فيه كورسات للسيدمنت ترانسبورت في الريفر، دي بيبقى ليها كورس لوحده. تمام. بس هما الاثنين بيتعاملوا نفس المعامله يعني، لو اتحط اللي هي انابيب اللي هي بتاعه اللي هي زي ما احنا اتكلمنا في العريش والكلام ده، لو اتحط الانابيب في البحر هي زيها في النهر، هو نفس الامباكت اللي هيحصل يعني. في سيميلاريتي. تمام. شكرا يا دكتور. نيجي التمبريتشر، التمبريتشر بتاع الويست اللي هو الليكويد ويست، كل ده الليكويد ويست. التمبريتشر اللي يترمي في البحر، احنا اتكلمنا ان هو احنا هنرمي في بايب لاينز مسافه جوه 500 متر، هل ده كافي؟ لا، ده لازم كمان يحقق الشروط الثانيه، ان درجه الحراره ما تعديش 38 درجه. الهيدروجين اكسبوننت من 6 ل 9، ما تبقاش لونها، ما يبقاش فيه لون. الديزولفد سوليد سبستانس ماشي، اللي هو نسبه املاح وكده بلس ماينس 5%. سسبندد سوليدز 60 ايه؟ ايه اليونت هنا؟ ال 60 اليونت هنا ملي جرام على لتر، يعني بارت بير مليون. سلفايد 1. اويل اند جريز 15. يعني ايه 15؟ يعني الميه بتبقى فيها مخلفات من الجزيئات صغيره، ممكن يبقى بواقي اويل، بواقي زيت، يبقى البواقي دي ما تزيدش عن 15 بارت بير مليون. وهكذا النيتروجين 10. طبعا الكلام ده جه منين؟ قال لك ان ده علشان ما تاثرش على صحه الكائنات البحريه اللي موجوده. هي الحاجات دي جايه من دراسات وجايه من ابحاث كتير، قال لك دي اللي هو مسموح بيه عشان ما تاثرش، وانا برمي الميه في البحر ما تاثرش على الكره الريف، ما تاثرش على المارين اورجانيزم.
وهكذا. ادي جدول طويل عريض كل المعادن، الزئبق ميركوري 0.001، الزئبق معروف عنه ان فيه ايه من المواد السامه 0.001 بارت بير مليون، ليد الرصاص، كوبر النحاس، نيكل، ايرون، كل الكلام ده، كل المعادن دي طبعا بيبقى فيه تحليل للميه اللي خارجه، وبيبقى فيه تحليل للميه قبل ما تخرج، ان لازم تحقق لي هذه الاشتراك. واحنا بنعمل محطه الكهرباء هيجي يقول لك ايه، طب وريني بقى تحليل الميه في الاوت فول اخباره ايه، وتيجي تقارن الكلام ده بقانون البيئة طالما انت بترمي في البحر. فدي طبعا هتلاقوها موجوده عندهم. طبعا انتوا مش مطلوب منكم ان انتوا تمسكوا الجدول ده تحفظوه. انا عارف واحد فيكم هيجي يسالني يعني احنا هنقعد نحفظ الكلام ده، اقول له لا طبعا مش هاجي اقول لك دي يعني ايه ودي يعني ايه ودي كام ودي كام ودي كام، وسمع القانون ما هو عندك، لكن انت على الاقل تبقى عندك سنس كده بالارقام. الرقم بتاع قلنا ان جريس 15 بارت مليون دي مشهور جدا، الرقم بتاع 38 دي مشهور، الرقم 500 ده معروف. يعني دي الحاجات اللي هي اللي ايه اللي انت المفروض تكون فاكرها، اللي هو 500 متر دي معروفه ومش محتاجه يعني تقعد تحفظ فيها ليل ونهار، دي كده معروفه نص بيتكلم في نص كيلو. لكن يبقى انت عارف ان لازم الويست الليكويد ويست تحقق لي الاشتراطات بتاعه قانون البيئه. طيب ده بيبقى ليه لايسنس، كونديشن فور لايسنسنج ذا ديسشارج اوف كولينج ووتر انتو ذا مارين انفايرمنت. ماشي، the discharge of cooling water into the marine environment shall be according to the following condition. في اشتراطات معينة علشان الكولينج ووتر بتاع محطة كهرباء أو محطة نووية أو whatever، علشان أرمي الويست ده أو liquid waste في المارين. هذه قال لك 1 2 3 4، يبقى طبعا متاخد من the same source. cooling circuit shall be totally separate from other discharge، يعني لما نيجي نخرج نحاول نخليها مختلفة عن أي discharge تاني. temperature 38 درجة اللي هو اللي موجود ده اللي نفس اللي موجود هنا، وال concentration بتاع الأويل ما يزيدش عن 15 part per million. معايا يا شباب؟ معايا ولا تهتو؟ لا تمام في اي اسئلة؟ اي دكتور محمد. طيب ده كده الاربع صفحات دول هما الاكستراكتس بتوع قانون البيئة. بالمناسبة ال 15 بارت في المليون يا شباب، لما بيجي عندي مركب، اي مركب في سواء في ميناء او في بحر، حتى في البحر، حتى في المياه الدولية، المركب دي علشان تعمل بالانس بتخرج منها مية، صح؟ بيبقى في بالاست تانكس جوه المركب وبتخرج منها مية. المية اللي خارجة من المركب المفروض برضو بالقوانين البيئية العالمية مش بس المصرية ما يبقاش فيها كمية الأويل تزيد عن ال 15 بارت بير مليون، ما تزيدش عن 15 بارت بير مليون. يبقى ال 15 بارت بير مليون ده تنطبق على الميه الليكويد ويست اللي بتترمي في البحر من بايب لاين مثلا، من كولينج ووتر او محطه كهرباء، وبتنطبق كمان على الميه اللي بتترمي من المراكب جوه البحر سواء في ميناء سواء في الحدود بتاعتنا او في المياه الدوليه. وفي بعض احيانا المواني زي ميناء اسكندريه مثلا بداوا مؤخرا ياخدوا قوانين داخليه خاصه بيهم، ان احنا المراكب اللي هي جوه الميناء او في نطاق 10 كيلو مثلا ميناء ما ترميش ميه اصلا، البالاست ووتر بتاعها ما ترميوش اصلا في الايه في البحر. فدي احيانا بيطلعوا بريجوليشن علشان يبتدوا يحسنوا
في الانفايرمنت، لان ده بيأثر جامد على الكائنات البحرية وبيأثر على التلوث، وفي تلوث طبعا لما انا عندي ميناء يبقى في تلوث في البحر وفي تلوث في الهواء، وممكن يبقى في تلوث كمان في اللاند، علشان ان انا لو نيجي نعمل اثناء الكونستراكشن او اثناء الاوبريشن. ماشي، يبقى انا لما اجي بعمل بكتب تقرير تقرير اثر بيئي، لازم اخد في اعتباري قانون البيئة بتاع المكان بتاع الدولة اللي انا شغال فيها. فانا شغال في مصر، يبقى قانون البيئة المصري هينطبق عليا. لو انا شغال في اليمن، قانون البيئة اليمني. واحيانا بيبقى قانون البيئة المصري والقوانين انترناشونال، بالذات لو في حاجات مش منطبقة في القانون الدولة اللي انت بتشتغل فيها. طيب نيجي بقى ناخد جزء تاني. خلاص، في اي اسئله تانية قبل ما ننتقل للبي دي اف تاني؟ تمام يا دكتور. طيب نيجي ناخد شايفين البيبر دي؟ يا دكتور واضح. البيبر دي انا هديها لكم، لكن لخصتها لكم برضو معايا يا مارك، عشان انت كنت بتسال. لو انا عندي ريفرنس، واقفل المايك بتاعك. لو انا عندي ريفرنس، طب ما انا اقوله خلاص. لا، انت تقدر تاخده وتلخصه بطريقتك، بتاخد فيه الحاجات اللي انت عايزه عشان وانت بتجهز التقرير. البيبر دي كان سنه 2002، منشوره بواسطه 2 دكاتره من جامعه القاهره. EIA guidelines for development of ports, harbors and marinas in Egypt، مدي لك اساسيات هتعملها ازاي. طبعا هو معروفه الاساسيات بتاعت اي تقرير بيئه، مدي لك ازاي الاساسيات بتاعتها، تعمل التقرير ازاي، وايه الحاجات اللي انت محتاج تغطيها في التقرير. ومدي لك في الاخر 2 كيس ستاديز، واحد في ميناء شرق بورسعيد وواحد في ميناء السخن. البيبر دي هتبقى عندكم برضو از ريفرنس، لكن تسهيلا لكم انا لخصت البيبر دي في بي دي اف تاني، وزودت عليه من سورسز تانية ومن ريفرنسز تانية ومن تقارير ومن بيبرز انا يمكن اشتركت فيها برضه. فنشيل دوا ونجيب لكم الجزء الاساسي اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. طيب شايفين الجزء ده يا شباب؟ يا دكتور واضح. مكتوب فوق ايه؟ كم صفحة؟ فوق 10 صفحات. تمام ماشي. الـ EIA guidelines for development of ports, marina او اي مشروع ساحلي. قبل ما نعمل، قبل ما ناخد ايه هي الـ guidelines، محتاجين نشوف ايه هي الحاجات اللي محتاجين ان احنا نعمل لها consideration لما اجي اختار initial site assessment. في الـ EIA guidelines لازم high priority للـ environment factors in site selection. بختار المكان، ولو تفتكروا في الكيس بتاعت مينا دمياط اللي كلمتكم فيها المرة اللي فاتت، قلتلكم ان كان في مشاكل في اختيار المكان، صح؟ وديكوا فكرة ان دايما لازم قبل ما ابتدي مشروع اختار المكان صح. لو هعمل مارينا، لو هعمل مينا، لو هعمل مشروع معين في اريا كبيرة، اختار المكان صح واخد وقتي واعمل دراسة لاختيار المكان. وده بيبقى تقرير منفصل اسمه Site Selection Report.
لو انا هختار هعمل محطة كهرباء في منطقة ما، ممكن اعمل دراسة لاختيار المكان الدقيق للمحطة الكهرباء دي. وانا بختار بعمل evaluating alternative sites، يعني انا بشوف بحط بدائل، هختار الموقع ده موقع بديل نمبر 1، بديل نمبر 2، بديل نمبر 3، وابتدي اقارن ما بين البدائل المختلفة للمواقع وايه ميزات وعيوب كل موقع، وابتدي احط ويتس لكل موقع واختار منهم احسن موقع، واشوف امكانيات المواقع دي وهل هي سوتبل ولا لا، واعمل ايرلي ايفالويشن. قبل ده الكلام ده امتى يا شباب؟ قبل ما اصمم ولا بعد ما اصمم؟ قبل ما اصمم طبعا، قبل ما اعمل اي حاجه، قبل بسم الله الرحمن الرحيم انا هعمل المشروع فين. تسمعوا انتم اللي منكم بيتابع الميديا، وما اعرفش انتم بتتابعوا الميديا او حتى لو بتتفرجوا على التلفزيون، مش هتقروا جرايد، لا حتى لو بتتفرجوا على الاخبار، او بتلاقوا ساعات ناس تشتكي يقول لك ايه، في مدينه ملاهي كبيره هتتعمل في مش عارف في ارض معينه في المهندسين. سمعتوا عن الموضوع ده؟ يا سمعت اللي في الزمالك او الزمالك حاجه زي كده، كايرو اي، برافو. حد سمع عنه تاني؟ المشروع ده لما اتطرح عمل ضجه كبيره، جت ناس قالت لك ايه، الله انتوا مختارين الزمالك ليه، ده حته زحمه قوي، وازاي والتلوث البصري، وهتعملوا طب ما تروحوا تعملوها بعيد في الصحراء، طب ما تروحوا تعملوها بعيد في العاصمه الاداريه الجديده، يبقى وفي مشاكل كتيره، وعمرو اديب طلع اتكلم وحاجات بقى ضجه كبيره قوي. اللي احنا بنقوله ده اللي هو ايه؟ اختيار المكان. يبقى اختيار المكان بتاع هذا المشروع سواء ساحلي او غير ساحلي. طيب لما اجي اعمل عاصمه زي عاصمه اداريه، هل عم اختاروا المكان ده على طول ولا قالوا كان ممكن يبقى فيه بدايل؟ اكيد فكروا، انا اعملها كان فيه بدايل انها تتعمل في المكان اللي هو اتعمل فيه ده شرق القاهره، وكان فيه مكان تاني ان هو يبقى جنوب الفيوم شويه او جنوب غرب القاهره، وفيه مكان تاني اللي هو يبقى ناحيه وادي المنطرون. يبقى انا بشوف هعمل المكان بتاعي فين. معايا يا شباب؟ مع حضرتك. تمام. مينا شرق بورسعيد لما جت اتعملت على طول في المنطقه اللي هي ايه؟ قريبه قوي من مينا غرب بورسعيد. كان في دراسات اتقالت ان المفروض نبعد 10 كيلو كمان، لان ال 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 الارض هنا طبيعه التربه في المكان ده وحشه، التربه وحشه وضعيفه جدا وفيري سوفت، فده هيصعب جدا في الكونستراكشن. الموقع كان ناحيه جغرافيه حلو، لكن طبيعه التربه سيئه جدا، فده هيعلي جدا الكوست وهيصعب الكونستراكشن. اذا الكلام ده كله بيصب في ايه؟ في اختيار المكان. اختيار المكان واختيار مكان المشروع عليه جزء كبير جدا من نجاحه وتفادي مشاكل مستقبلية، وتفادي مشاكل في الإنشاء، وتفادي مشاكل في الأوبريشن. كل ده داخل تحت نطاق اختيار المكان. طيب يبقى أنا بعمل دراسة، إيه هي بقى دراسة Initial Site Assessment؟ يعني اللي هو الانيشال سايت اسسمنت، اللي هو باجي بعمل اسسمنت للسايت، اسسمنت مبدئي للسايت. ايه هي العوامل اللي انا بختار بيها المكان او بميز مكان عن التاني في اختيار المشروع؟ اوبريشنال ريكويرمنت، احتياجات التشغيل بتاعتي، هل عندي
اريا كافيه في المتطلبات الحاليه والمتطلبات المستقبليه الفيوتشر اكسبانشن ولا لا؟ هل المكان ده قريب من الماركت، قريب من منطقه سكنيه ولا بعيد، ولا اخباره ايه؟ طيب هل بعمل المشروع بتاعي ده قريب من مصادر ميه وكهرباء، ولا هضطر لسه احط له مصادر ميه وكهرباء؟ ممكن اعمله في مكان كويس بس مضطر امدله مصادر ميه وكهرباء، بس طبعا ده هيزود ايه في الكوست بتاعي. فكل دي لازم ايه اخدها معايا في الاعتبار. طيب دي حاجه تانية، توبوجرافيك اند ميتورولوجيكال اسيسمنت. طب اخبار الموقع والمكان ده، الموقع ده ايه؟ هل هو مستوي ولا في طالع نازل كده وفي مشاكل كتيره بقى حفر وردم واخباره ايه في الارتفاعات بتاعه والتوبوجرافي بتاعه اخباره ايه؟ طب اتجاهات الريح عامله ازاي مع الويندوز في المكان اللي انا مختاره؟ هل ده هيشكل لي مشكله ولا كويس؟ طيب الووتر ايشوز، هل في مشاكل لو انا اخترت المكان ده، هل في مشاكل للفلودنج؟ هل في مشاكل، هل ممكن اعمل المكان بتاعي ده في مكان مخر سيول ولا ايه؟ هل ممكن يبقى في مشاكل لو انا بعمل المينا بتاعتي دي، يبقى انا بعملها دايما في مشاكل، دايما في منطقه ممكن دايما احتاج اعمل دريدجنج كتير زي اللي حصل في مينا دمياط ولا ايه؟ لو جينا خدنا بعض المشاريع زي مثلا مشروع جلاله، هتلاقوا مشروع جلاله ما اعرفش حد منكم راح شافه؟ انا عديت عليه يا دكتور بس يعني في الطريق يعني. تمام، هتلاقي المشروع ده طبعا كبير ومنتجع، وهتلاقي فيه مارينا، المشروع ده في مارينا، مارينا يخوت هناك، وهتلاقوا فيه التلفريك و المارينا. انا لما رحت شفت المشروع، المارينا اختيرت في مكان كان ممكن نختاره في مكان تاني، المكان ده قريب من مخر السيول. فلما اجي اختار مكان، ما اجيش اختار في مكان في مخر السيول وابتدي ايه اعمل منشآت علشان تحميني السيول. فده الفلودنج من ضمن الحاجات اللي انا ايه محتاجة ان انا اشوفها. اخبار ما اجيش احط المينا بتاعتي او المارينا بتاعتي، ها وانتوا عندكم مشروع مارينا السنة دي، احاول اشوف واخش على جوجل ايرث واشوف هل هنا قريب من مخرات سيول ولا ايه. يعني ما اجيش احط المينا بتاعتي على مصب مخر السيول وبعدين ارجع اقول احميه، لا. طب ما انت بعد، صح ولا ايه؟ صح يا دكتور. طيب يبقى ده بردك حاجة ناخدها معنا في الاعتبار. فلورا ان فاونا ايشوز، وقلنا الفلورا يعني ايه والفاونا يعني ايه؟ قلناها قبل كده. الكائنات اللي بتظهر يا دكتور. يعني ايه كائنات؟ ايه الفرق بين الفلورا والفاونا؟ الفلورا كنت حضرتك شبهتها لنا شبه الفلاور اصلا. ايوه برافو عليك يا جورج. يبقى فلورا لا شبه فلاور، يبقى بنتكلم نباتات. فاونا بنتكلم اللي هو الحيوانات الدقيقه، يبقى ده الفلورا اللي هو النباتات الدقيقه، فاونا الحيوانات الدقيقه زي الناتشورال فيجيتيشن وكوره الريف. كل الكلام ده لازم ايه في المنطقه اللي انا هشتغل فيها. لسه هخش ابني، فبروح اول حاجه بعملها بروح اعمل زيارات واصور واشوف واجمع داتا، واشوف واجمع داتا مطر، واجمع داتا ويند، واجمع داتا سيول، واشوف هختار على اساس ايه. جيولوجي صويل، هجيب خرائط جيولوجيه قبل ما اعمل اي حاجه، اشوف الصويل هناك اخبارها ايه، هل هي رمليه صخريه طينيه اخبارها ايه، هل هتعمل لي مشاكل في اثناء الكونستراكشن او مشاكل مستقبليه، هتعمل لي سليبج، اخبار السايزميك هناك ايه، هل انا بعمل المكان ده المينا بتاعتي او المشروع بتاعي في منطقه زلزاليه عاليه ولا لا، اخباره ايه. ممكن اعمله في منطقه زلزاليه عاليه، بس اخد بالي ان انا لازم احط في الاعتبار في الديزاين، ممكن ساعتها الكوست يعلى.
طيب كل ده السويل قوية ولا ضعيفة، كل ده لازم اخدوه معايا في الاعتبار في الاختيار. كل واحدة من الحاجات دي يا شباب هيبقى عليها كأنها ايه نقط، كل واحدة من الحاجات دي عليها درجة، واشوف دي تاخد درجة كام من كام، وبعد كده اوزن المسائل، اوزن الامور واشوف انهي موقع احسن من الموقع الثاني. طيب ترانسبورت ايشو، هل انا قريب من خطوط هايوي تركات؟ عشان انا بعمل ميناء وميناء تجاري، انا هحتاج تركات، ممكن اعمل سكة حديد، صح؟ اخبارها ايه؟ طيب اخبارها ان الكوميونيتيز، هل هي قريبة من هوسبيتالز كوميونيتيز مساكن؟ هل في اماكن للباركينج والاكسسيبيليتي، هل سهلة ولا لا تاكسس الكلام ده ولا لا؟ كل ده الكلام ده بيخش معايا ايه في الاعتبار في الترانسبورتيشن. كوميونيتي ايشو، المينا بتاعتي اللي انا بعملها، بعملها قريبة من مكان فيه صيد سمك، ماشي، يبقى انا ممكن اضرهم ولا ايه الاخبار؟ هل في مشاكل ممكن اسبب لهم مشاكل نويز ووتر كواليتي، والنويز ده اثناء الكونستراكشن واثناء الاوبريشن ولا ايه الاخبار؟ طب تاثيرها على اي حاجه هيريتج، اللي هو افكتون هيريتج، اللي هو اي مناطق اثريه محيطه، اخبارها ايه؟ الفيجوال امباكت، التاثير الجمالي، كل الكلام ده لازم اخده معايا ايه في الاعتبار في الاختيار المكان المشروع. والمشروع هنا نقصد بيه ميناء، ميناء بحري او مارينا، لكن نفس الكونسبت ده اقدر اطبقه على اي مشروع تاني من المشاريع الكبيره. كوميونيتيف ايشوز، هل البروبوزال ات ذا سايت ويل لايكلي تو كونتريبيوت اكزيستينج بروبلمز، يعني هل انا لو اخترت المينا بتاعتي في المكان ده هل في المستقبل ممكن يحصل فيه مشاكل بطريقه ما او باخرى؟ كل الحاجات دي بتخش معايا في الاعتبار في اختيار المكان. وبعمل تقرير بسميه سايت سيليكشن ستادي، ممكن احط فيه 2 3 4 اوبشنز اختيار المينا بتاعتي هيبقى فيه معايا يا شباب. يا دكتور حضرتك، والدراسه دي اعملها في يومين ثلاثه ولا بعملها في قد ايه؟ ممكن تاخد شهور يا دكتور، ممكن تاخد شهور. هل الشهور دي ضيع وقت؟ اكيد لا، يعني ليه؟ لا وقت اكيد، ده على اساسه بنحدد حاجات كتير جدا يا دكتور. يعني لو مثلا على المكان، ابسط حاجه زي ما حضرتك رحت الجلاله ولقيت ان الدراسه لو كانت اتعملت صح من الاول كنا ممكن نختار المكان بطريقه احسن. ده هتوفر لي فلوس طبعا. الوقت اللي احنا بنضيعه دلوقتي احنا هيوفر لي فلوس ايه بعدين؟ هيوفر لي مشاكل، ان انا ما نقعش في مشاكل معايا. اذا الكلام ده طبعا بيتعمل في مشاريع اللي هي الحجم الكبير، احنا يعني بنتكلم على بورت ومارينا. البورت والمارينا دي احنا بنتكلم على استثمارات بمئات الملايين ومئات الملايين من الدولارات كمان يعني. ف قضي شوية وقت ان احنا نختار المكان بتاعنا كويس، ماشي. طيب يبقى ده جزء، لان الاختيار المكان ده هيأثر لي في الدراسه البيئيه بتاعتي. خد بالك انا بختار هذا المكان، جزء منها على عوامل بيئيه وجزء منها على عوامل ايه تشغيليه وفانكشنال كوميونيتي. ف مهم ان انا اختار المكان ايه بتاعي، ماشي. اجي بقى السمري اوف اي 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 ريكويرمنت، لما اجي اكتب تقرير اي اي اي، غالبا في اي تقرير اي 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 هتلاقوا فيه الاساسيات دي موجوده. اي 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 دي اختصار ايه يا شباب؟ انفايرمنتال امباكت اسيسمنت. طيب ولو حطيت اس كمان، اي اي اس اي، يبقى قبل الاي احط اس، يبقى ايه؟
اس دي ممكن سيستم مثلا قلتها لكم قبل كده زمان EISA Environmental Impact Social Assessment. سوشيال هنا يعني المجتمعي، يبقى باجي بقول ايه دراسة بيئية ومجتمعية. معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. يعني دكتور تأثر في المجتمع يعني زي ايه؟ ممكن حتى تدينا اكزامبل؟ زي انا دلوقتي لما اجي اعمل مينا تمام، ليها تأثير على المجتمع ولا ملهاش؟ هتسبب الترانسبورتيشن بتاع البضايع والحاجات دي ممكن. وايه تاني؟ في ناس هتشتغل، و في ممكن يبقى هتشتغل، يبقى انا بأثر على الماركت وبقدر اشغل الناس في المنطقه دي ومناطق تانية، صح؟ اوكي. ليه تاثير، ليه تاثير على المجتمع، صح؟ تمام. تمام. لما انا اعمل مشروع تطوير مثلا الشوارع عندي في مصر الجديده او مدينه نصر، طبعا كلكم عارفين مين فيكم ساكن في مصر الجديده ومدينه نصر. انا في مدينه نصر وجورج في مصر الجديده. طيب انتوا مبسوطين من التوسعات الشوارع اللي اتعملت والكباري والحاجات دي؟ انا مبسوط جدا كده. انا مبسوط على طبعا، لان انا يعني احسن كانت من الزحمه في الاول، بس عملوا زحمه في حته تانية بس طبعا يعني حلو. كويس. انتوا مين فيكم بيسوق؟ انا بسوق. فانتوا مبسوطين لان دي اثرت على الكوميوت او اتاثرت على الوقت اللي انتوا بتروحوا فيه مشاوير، صح؟ الوقت بقى جميل. فدي حاجه جميله جدا. طيب هل كان في عيوب؟ هو في عيوب، قالوا ان عشان شالوا الاشجار وكده، بس ماشي. في دكتور اسامه عقيل من عندنا، كان دكتور بتاع الطرق، كان قال لنا ان لما العربيات بتتحرك اسرع التلوث المفروض هيقل، والشجر ما كانش هيعمل حاجه يعني. ده في محاضرات يعني، وبيديكم محاضرات؟ لا 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 لا، ده كان في لقاء في التلفزيون. تمام ماشي. ايه تاني؟ يوتيرنز قللها الشكل كمان الجمالي قل طبعا يا دكتور. الشكل الجمالي قل طبعا لما شلنا الاشجار وكده وعملناه طريق واسع بدل الجناين، الشكل اوحش. صح، يبقى ده عيب من العيوب. طب ايه تاني دكتور؟ السيفتي يا دكتور، اللي بيعدي الشارع بقى الموضوع ما بقاش سيفتي خالص يعني، خصوصا ان بقى حالات اكبر كتير جدا الحوادث. سمعتوا عن الناس الكتير اللي بتموت؟ يس. واليو تيرمز قلت، فكنت المسافات اللي بتقطعها بقط اكتر، بتحرق بنزين اكتر. ماشي، كل دي عيوب صح ولا لا؟ طبعا. اوزن بقى الميزات وعيوب، وهو هي دي كان ده اللي انا بقوله. انت بتكلم ان انت هذا المشروع هل كان يستحق ان يتعمل له دراسه بيئيه مجتمعيه؟ طبعا لازم يتعمل له اصلا. جميل. هل اخد راي الناس في المشروع ولا لا؟ ده جزء يا دكتور من الدراسه اصلا، يعني تحط في عين الاعتبار يعني اخد راي السكان. نفترض ان هو مثلا واحد كان ساكن في شارع رئيسي، فجاه لقى الكوبري ايه جاي جرحه، صح؟ حصل. هل هو مبسوط؟ اكيد لا. اكيد لا. تمام. في ناس مبسوطه وفي ناس لا. ماشي. لما اتكلم في مشروع كبير، هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه، اللي هو environmental social impact assessment. وأوزن الموضوع وأشوف استفدنا، زودنا مساحات الطرق أو زودنا العروض والوقت بقى أسهل، في ناس انضرت، في ناس بقت كويس استفادت، فنعمل الدراسة دي. طب هل الدراسة دي اتعملت يا شباب ولا لا؟ لا يا دكتور، أنا واثق إن هي أكيد لا، يعني أنا في إكستنشن دائري، عايز اقول لحضرتك ان كل يوم متوسط 50 60 حادثه، ده حقيقي في حته صغيره ما بين المرج وموقف العاشر. كل يوم 50 حادثه، ده رقم كبير جدا. يا دكتور كتير جدا، يعني كتير، خصوصا كان ده كان في الاول، لان ما كانش فيه اماكن للناس تنزل عشان تنزل تحت وتعدي زي الاول او كده،
فكان الموضوع كان في البدايه كان وحش جدا. تمام. طب نيجي بقى لسد النهضه يا شباب. سد النهضه طبعا انتوا كلكم المفروض متابعين الاخبار. طبعا اتعمل له بقى دراسه. انا مش عارف هم عملوا يعني دراسه عشان تفيدهم هم، بس اكيد طبعا ده مشروع كبير. لا ما اتعملش، ما اتعملش بالشكل المرضي لحاجه. دراسه الانفايرمنتال سوشيال امباكت اسسمنت لحاجه لمشروع زي ده، عارفين ممكن ياخد وقت قد ايه؟ اظن مش اقل من سنه، عشان هو بيأثر على بلاد قدام. يعني ممكن سنتين ثلاثه كمان. طب هم عملوا كده بقى ولا ما عملوا يعني، ولا عملوا يومين وخلاص وكانوا؟ لا ما هو مستعجلين، مش انا مستعجل، انا بقى ادرس مستعجل وعايز اخلص. هي دي المشكله اللي بتقابلنا، يعني دي المشكله اللي بتقابلنا في بعض الايه المواقف. ربنا يستر. طيب نرجع لمرجوعنا. انا ليه بحكي لكم الامثله دي؟ عشان بس تحسوا بالموضوع اكتر، ان هو مش مجرد دبش كده، كلام دبش ونظري وبنرصه وخلاص. لا، الموضوع بيمس حياتك. فانت مثلا المشروع بتاعكم اللي انتوا اللي منكم دخل مشروع مواني واخدين البورت وهتاخدوا هتعملوا الانفايرمنتال امباكت اسسمنت بتاعه، ماشي؟ او في اي مشروع، هنركز اكتر هنا على البورت ومارينا يعني والمشاريع الساحليه، او هتعمل بريك ووتر علشان تحاجز امواج مثلا او جروين في قريه ساحليه، ماشي؟ كل ده بينطبق عليه هذا الكلام. تعمل بقى التقرير بتاعك يشتمل على ايه؟ التقرير بتاعك الكبير ده هيشتمل على ايه؟ هيشتمل على الحاجات الاساسيه الاتيه. نمرة واحد، executive summary. في الأول هتلخص، بيبقى ده صفحة صفحتين بتلخص فيه مخرجات الدراسة بتاعتك. نمرة اتنين، ده بيبقى الشابتر التاني، legislative framework. ايه القوانين الحاكمة اللي انت بنيت عليها هذه الدراسة؟ لو انت بتعمل المارينا دي في مصر، يبقى القوانين الحاكمة البيئية ايه؟ قانون البيئة المصري، صح؟ صح ولا لا؟ صح. ايوه ماشي. طيب ولو انا بعمل حاجه بتؤثر على ريجون معين، ممكن يبقى قوانين ثانيه ريجونال او انترناشونال. احيانا بستخدم برضو بعض القوانين الانترناشونال الستاندردز علشان المتعارف عليها دوليا، بالذات في الحاجات اللي هي ايه مش متاحه في قانون البلد اللي انا بعمل فيها، يبقى بستعين بايه؟ بالقانون الانترناشونال. يبقى بعمل كده شابتر، الشابتر ده بيبقى مثلا زي صفحه 2 بيبقى برص فيه كل القوانين الليجيسليتيف فريم ورك بتاعتي. طيب الشابتر الثالث ديسكريبشن اوف ذا بروبوزد ديفلوبمنت، هوصف فيه المشروع اللي انا هعمله، المينا، المارينا، السد. في منكم حد في التقارير كان عايز يعمل فساد برضو على نفس دكتور المشروع نورهان. يا دكتور نورهان هتمشي هتستخدمي برضو نفس الاسلوب، هتلاقي description of the proposed development. طيب ايه description ده؟ اعمل سايت ديسكريبشن. يعني طبعا لما اجي اكتب تقرير بيئه، لو اجي بعمل تقرير بيئه نمره واحد بروح اعمل زياره. طبعا انتوا في التقرير بتاعكم اللي انتوا هتعملوه مش هتعملوا كده، انتوا بتجيبوا ريفرنس وبتلخصوه، لكن الصح ان انتوا تروحوا تزوروا الموقع، صح ولا هتعملوا انت قاعد في البيت؟ لا لازم سايت فيزيت، لازم هتروح تزور الموقع وتاخد صور وتشوف الدنيا فيها ايه، ماشي؟ فهتروح تعمل سايت فيزيت، هتزور الموقع وهتوصفه، الموقع موجود في الحته الفلانيه، وتجيب له مكانه فين في على جوجل، وتبتدي تعمل لاي اوت لل لاي اوت للمينا او المارينا دي تحطها،
وتوصف اللي اوت بتاعك ماشي ومساحته قد ايه وكذا وكذا وطول في قد ايه في عرض قد ايه ده هيبقى فيه كام يخت كل الكلام ده بتحطه في الايه في الوصف بتاع المشروع. المشروع ده اخباره ايه مكانه من اي من الويندوز كل الكلام ده هتبتدي ايه يعني ايه في الوصف ده الوصف بتاع المشروع والسايت. دكتور هو انا ممكن اغير الدايمز المارين ولا خلاص دايمز؟ لو براحتك انا كان سهل عليا اقول لك كان سهل عليا اقول لك ده مش تبعنا لكن 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 اتعلمي I have no problem. اوكي انا ممكن اعمله على المارين لان ده كمان هينفعني في المشروع يعني هيديني باك جراوند كويس لما اجي اشتغل في المشروع هتفيدني. يعني ايه بقى في المارين؟ ما كلمه مارين دي كلمه كبيره قوي. مارين ولا مارينا ولا ايه؟ لا مارينا. مارينا ماشي بس ما يبقاش متطابق مع حد تاني من زمان. اكيد ان شاء الله ماشي ما يبقاش متطابق مع حد تاني من زمان. طب دكتور انا اخترت معلش عيد سؤالك تاني انا ما 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 توهت انا في الحته الاخيره. انا اخترت الكاركتيرز بتاعه المينا اللي هي الكرنت والويند والويف هل ده هيتماشى يعني اقدر اعمل كده ولا لا؟ ما هو انت الكاركتيرستيك بتاع مينا ازاي ده مش تقرير بيئه. الكاركتيرستيك بتاع المينا ده اللي هو الشابتر الرابع description of the existing environment ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو ايه انت هتجيب مينا في مكان معين بتقول فيه الويند والويف والكرنت. طب وفين بقيه التقرير؟ معايا خلاص ماشي ناخد الدامز. عايز تاخد الدامز خد الدامز مفيش مشكله ماشي شكرا دكتور. طيب نيجي بقى الشابتر الرابع description of the environment existing environment بنسميها البيز لاين داتا. يعني ايه البيز لاين داتا؟ يعني لو انا رحت الموقع اللي هيتعمل لسه في المينا او المارينا او طبر ايه الداتا اللي اوريدي موجوده هناك؟ ايه البيز لاين داتا قبل ما احط خط وقبل ما اعمل انشاءات وقبل ما اعمل كونستراكشن ايه البيز لاين داتا اللي موجوده؟ الشور لاين تشينجز اخباره ايه؟ هل في شور لاين تشينجز اصلا ولا مفيش؟ اخبار الووتر كواليتي اخباره ايه هناك؟ الاير كواليتي اخبارها ايه هناك؟ النويز كل ده على فكره بيتقاس بيروحوا بيقيسوه قبل ما يعملوا المشروع. هل في مشاكل اصلا فيجوال؟ الفلورا والفاونا اخبارهم ايه؟ هل في سوشيال ايشوز هناك معينه؟ هل في اللاند ترانسبورت اخبار الطرق هناك اخبارها ايه اللي بتودي للموقع؟ الباركينج ماشي المواقع الهيريتج ايشو اللي فاتح المايك لو سمحته يقفله اللي فاتح المايك يقفله. هل في اثار بيئيه هناك؟ هل في هازر ماتيريال هناك؟ هل في ايكونوميك ايشوز هناك مشاكل اقتصاديه في المنطقه دي؟ كل الكلام ده بحطه في شابتر اسمه description of the existing environment البيزلاين داتا. البيزلاين داتا ده اللي هو الداتا ده حاله السايت قبل ما ابتدي اعمل الايه construction ماشي. ده بيبقى شابتر. الشابتر ده بياخد له كذا صفحه ان انا عشان اغطي الحاجات دي بيبقى اخد له كذا صفحه. الويند والويف والكرنت اخبارهم ايه؟ الويند روز بتاعتي اخبارها ايه واحطها في التقرير معايا. كل ده في الشابتر الرابع اللي هو description of the existing environment بتاع الموقع. طيب نيجي الشابتر الخامس اجي اتوقع بقى prediction of impacts and evaluation of significant impact بتوقع ايه هي التأثيرات البيئية اللي هتحصل اثناء الكونستراكشن. طيب هل في تأثيرات بيئية اثناء الكونستراكشن بس ولا اثناء الكونستراكشن وبعدين الاوبريشن؟ طبعا في الاثنين. ايه بقى الفرق؟ يعني انا عندي كونستراكشن
وعندي اوبريشن، يعني لما اجي المينا انا بنشئها في تاثيرات بيئيه، لكن بشغلها في تاثيرات بيئيه ثانيه، ممكن يبقى في تشابه في بعض العناصر وفي اختلاف في بعض العناصر، صح ولا لا؟ وفي حاجات شورت تيرم وفي حاجات لونج تيرم. اه ده غير اللونج تيرم والشورت تيرم بالظبط. انا وانا بعمل مشروع مينا في لازم اشوف الامباكتس بتاعت الكونستراكشن والامباكتس بتاعت الاوبريشن، يعني ان انا بعمل انشاء وبعد ما بخلص الانشاء واشغل المينا يبقى في اوبريشن، في اوبريشن، في مراكب داخله خارجه، ممكن يبقى في اويل ليكج، في تلوث ميه، في تلوث هواء، في تلوث سويل، كل الكلام ده يعتبر ايه اوبريشن. لكن كونستراكشن انا هعمل بريك ووتر، انا هعمل دامبنج لحجر، انا هعمل سسبندد سوليدز، انا مش عارف هعمل دريدجنج، يبقى ده كونستراكشن. كونستراكشن ده في حاجات فيه هتختفي في الاوبريشن التاثيرات بتاعتها. معايا؟ طيب اجي بقى بصنف الكرايتيريا بتاعت الامباكت دي ثلاث حاجات. انا عايز اشوف تاثيرات عناصر معينه في ثلاث حاجات: ماجنيتيود ككميه ومقدار، هل هي كميه قليله ولا كبيره، سبيشال اكستنت، هل التاثيرات دي موجوده على مساحه صغيره ولا مساحه كبيره ولا متوسطه، وديوريشن، هل التاثيرات دي موجوده على في وقت صغير ولا متوسط ولا وقت كبير، هتستمر معايا لمده طويله. محتاج انا ادرس الثلاث حاجات دول: شدتها قد ايه، مقدارها قليل ولا متوسط ولا كبير، تاثيراتها على مساحه كبيره ولا مساحه صغيره، وكوقت، وقت الانشاء ده وقت اخبار ايه، تاثيرات على الشورت تيرم ولا اللونج تيرم، كل دي ايه بعملها معايا في البريدكشن. طيب بعد ما بعمل البريدكشن، الخطوه اللي بعديها بعمل ايه؟ ميتيجيشن، صح؟ ايه الميتيجيشن دي؟ يعني ايه ميتيجيشن؟ مش عارف صح، حد عارف يعني ايه ميتيجيشن؟ يعني بنخفف ازاي نخففها، او طرق اللي هي طرق ازاي نقلل الكلام ده. برافو عليك، هي اسمها طرق تخفيف، طرق تخفيف او تقليل الاثار الجانبيه او الاثار البيئيه الضار. يبقى انا عندي اثار، انا عارف من قبل ما هبتدي المشروع، من قبل ما ابتدي واحط حاجه في الميه انا عارف ان في اثار هتطلع. طب ابتدي اخففها ازاي؟ هي دي الميتيجيشن ميجرز، كلمه ميجرز اللي هي ادوات او طرق اخففها ازاي. واحط مونيتورنج بلان، مش بس احط كده طريقه على ورق وخلاص، لا، واحط خطه للتحكم وخطه للمراقبه، مونيتورنج بلان، خطه المراقبه. ده الشابتر السادس. الشابتر السابع من التقرير environmental management plan. ايه بقى environmental management plan؟ اللي هي خطه الاداره البيئيه، خطه الاداره البيئيه، هحط فيها outlines المفروض المقاول يعمل ايه ويتجنب ايه علشان احقق الاشتراطات البيئيه واحقق مخرجات الدراسه البيئيه بتاعتي. لان الدراسه البيئيه دي يا شباب مش مجرد انا ورق بكتبه وخلاص، لا، ده في الاخر هيتنفذ في الموقع. يبقى انا لازم احط خطه اداره بيئيه، الخصها كده في كام صفحه بحيث ان ايه المقاول يمشي عليها، المالك يمشي عليها، الاستشاري يمشي عليها. واحيانا في بعض المشاريع الانفايرومنتال مانجمنت بلان دي بتبقى تقرير لوحده، ولكن في الدراسه البيئيه ده بيبقى جزء من التقرير ك
كجزء مختصر وممكن دي لوحدها يبقى دوكومنت لوحده. ماشي يا شباب، في حد عنده أسئلة كده؟ هو كل ده لازم كلهم يعني كلهم تبقى في الريبورت صح؟ وهو الريبورت عبارة عن الشباتر دي، يعني لازم يبقى كله included في الريبورت. بالظبط كده. هتلاقوا معظم التقارير اللي طالعة هتبقى واخدة الصيغة دي. اوكي. معي؟ ممكن بقى هو المسمى ده نفسه يغير فيه شوية، إنما واخدة كل الكونتنس ده موجود في التقرير. الأول executive summary، عبارة عن executive summary ده بشرح فيه المشروع عبارة عن إيه سريعا، وإيه التأثيرات البيئية، ولا فيها إزاي بسرعة كده في صفحة صفحتين، وإن المشروع في الآخر هل نوصي إنه هو يتعمل ولا لا. ممكن في الاخر المشروع الدراسه الباقيه تطلع انه ايه ما يتعملش، صح؟ تمام. او ما يتعملش في المكان ده، يبقى ده في الاخر بيتحط في الاخر. ثم في الاخر رقم 2 القوانين اللي بتحكمني والتشريعات والريجوليشن والستاندردز، كل ده بحطها. ماشي، مش بحط القانون نفسه اللي هو 200 صفحة، لا، بقول أنا هستخدم القانون المصري كرقم كذا، هستخدم رقم كذا، هستخدم الارتكل دي، هستخدم دي، هستخدم القانون الانترناشنال ده كذا كذا، هستخدم فيه الشباتر دي كذا. بحط الايه؟ ملخص للجيرسيري فريم وورك اللي أنا بعتمد فيه على الدراسة. نمرة 3 الديسكريبشن بتاع المشروع، هوصفه، ولما أجي أوصفه يبقى لازم أحط مكان، لازم أحط لوكيشن، لازم احط مثلا حته مكان جوجل ايرث، لازم احط ممكن احط صور، ممكن احط اللي اوت بتاع البورت اللي انا عملته، او على الاقل المبدئي اللي اوت المبدئي احطه في الديسكريبشن، واوصف المشروع بتاعي. مشروع هيبقى فيه سفن تجاريه، هيبقى فيه سفن ركاب، هيعمل كذا مساحه كذا، هيعمل بضائع كذا مليون طن في السنة، وهكذا بوصف المشروع. يبقى ده الشابتر الثاني. الشابتر الرابع بوصف الاكزيستنج انفايرمنت، بروح باخد صور، بحط الصور ده في التقرير، ادي شكل الارض اهي عامله ايه، اخبارها ايه، هل في فلورا او فاونا، هل في نباتات هناك، في كائنات بحريه، في الحاجات دي كلها برضو بتتحط في التقرير. اخبار الهيدرولوجيكال ايشو، لو في مشاكل هناك، لو في مخر سيل بحطه، وبحط الخريطه بتاعته، و كل ده بيز لاين داتا بحطها. ثم بقول ايه الشابتر الخامس، الامباكت بقى، يعني البريدكشن بتاع الامباكت. الشابتر السادس اخفف بقى الايه الاثار الجانبيه، الاثار بتاعه البيئيه دي ازاي، يبقى ده ايه هي الاثار بتاعتي واخففها ازاي. الشابتر السابع احط بقى خطه الاداره البيئيه بتاعتي اللي هيمشي عليها المقاول، واللي هو ما ترميش هنا، ما تعملش هنا، ده لازم عشان ترمي تغلف، ده انا مش عارف ايه، لازم اخد بالك علشان الاير كواليتي، النويز، الووتر، كل ده بحطها خطه اداره بيئيه. اخد بالي من الاثار، كل الكلام ده بحطها في الايه، في الشابتر السابع. يبقى انا كده خلصت التقرير بتاعي. ماشي يا شباب؟ تمام. خدوا بالكم برضو عشان تبقوا عارفين، بيبقى احيانا في مصطلحات تقرير environmental impact assessment، واحيانا بيبقى تقرير environmental impact assessment مبدئي اولي، يعني دراسه اوليه خالص بدون قياسات، يعني بعمل دراسه اوليه بدون ما اروح اخد قياسات نويز ووتر بوليوشن واير كواليتي. لكن الدراسه البيئيه اللي هي الكبيره، اللي هي بقى بروح بقيس قبل وبقيس اثناء الكونستراكشن وبقيس بعد، بقيس ايه؟ بقيس ووتر كواليتي، بقيس اير نويز، ماشي؟ بشوف لو في اي مشاكل حصلت في المكان. لو تفتكروا في اول محاضره خالص ما جيت قلت لكم على كيس ستادي في مشروع واثنين لما جيت اشتغلت فيهم في كندا،
حته السيلت كيرت، فاكرين الصور بتاعت السيلت كيرتنز واثناء البايلوت درايفنج لو تفتكروا، قلت لكم ده كان بيبقى فيه مهندس بيئه بيروح كل يوم بيبقى متواجد وياخد عينات ويشوف الووتر كواليتي اخبارها ايه. ماشي. شباب ايوه يا دكتور حضرتك تمام. ايوه يا دكتور انت حضرتك تحبوا ناخد بريك؟ عمال يقطع عندي بس انا اسف. تحبوا ناخد بريك 10 دقائق ربع ساعه وبعدين نرجع تاني نكمل بقيه المحاضره؟ عريف الله يا دكتور. طيب. خلاص يبقى احنا كده هناخد بريك ربع ساعه 10 دقائق ربع